عام كلي دبي للشيف الأسترالي اللبناني الأصل كريغ معلوف. تنوعت أزياء النجمات في هذا الحفل، لكن اللون الأسود طغى، حيث ارتدت كلوي وإيرينا هذا اللون، أما أليساندرا ارتدت اللون الأخضر الغامق، وباريس هيلتون اختارت الأبيض، وأختها ارتدت اللون الذهبي. كثير يقولوا إنه الأبيض والأسود هو الكبار السن، بس بالعكس، هذه القطعة لازم تكون موجودة في كل دولاب. تعالوا شوفوا معايا سارة سبيكس لهذه الحلقة. اللون الأبيض والأسود موجودين في كل دولاب، وكثير ناس تحب هذه الألوان، وبالذات أنا. اليوم إحنا في محل أو كونسبت عشان نختار شوية أوتفيت من أبيض وأسود، لبيكها مع شوية إكسسوارات عشان تقدر تلبسيها أكثر من مرة. طيب خلينا نبدأ شوبينج وندور إيش فيه في المحل. طبعاً في هذا الفست اللي زي أنا لابسته دحين. It's very nice, it's very comfortable. تقدر تلبسيه في أشياء مرة كثيرة، تقدر تلبسيه على الفستان أبيض، على البحر، على المول، whatever. بعدين عندك بنطلون، في توبات مرة لذيذة، بس طبعاً إحنا مركزين على الأبيض والأسود، فأنا عجبني كثير هذا الجيلي. It's very nice, it's very loose. ممكن تقدر تحطيه على أشياء مرة كثير، ف definitely هذا الأوتفيت نمبر 1. بس خليني أنقي أشياء ممكن نلبسها تحتها. في هذا التوب كمان، it's very nice، نحطه تحته مثلا زي كذا، أبيض في أبيض، دائما حلو كلاسي مرتب، ونحط معه لون أسود عشان يكسر شوية، فأنا اخترت هذه التنورة مثلا، وكذا يكون عندنا outfit number one. طيب ايش في كمان؟ في توبات لذيذه بس عاديه، دائما حاولي تختاري حاجه سبيشال وفي لها كت معين، مثلا زي هذا الفستان. اتس فيري سمبل، اسود ساده ما في له حاجه، بس زي ما انتم شايفين في له قصه غريبه، فتحط عليه شويه اكسسوارات، ترفعي شعرك، تلبسي حلق حلو، وحيطلع شكلك مختلف عن مرتب. ثيرد اوتفيت نبغى شويه كاجوال، فانا اخترت هذه البلوزه، بس طبعا عشانها شفافه زي ما انتم شايفين، فاخترنا الكروب توب تلبسيه تحته، وتقدري تلبسيه على اشياء مره كثير، تقدري تلبسيه على جينز، على ليجينز، تحطي حزام، تشيلي الحزام. فالحلو في الابيض والاسود انه تقدري تلبسيها بمليون مره، بس انت كيف تختاري الاكسسوارات، كيف تعملي شعرك، وحتباني بطله جديده. زي ما شفتوا اخترنا ثلاثة outfits كلها أبيض وأسود. طبعا أحب أقول لك في الأخير إنه لما يكون عندك عزيمة أو مناسبة، لا تفكر في الفستان قد ما تفكر في الإكسسوارات. ممكن زي ما شفتوا تختاروا plain black dress وتحط الإكسسوارات، ويكون شكلك very elegant ومرتب و done for the occasion. أزياء أنيقة ومتميزة شفناها في مسابقة لكس للجمال، اشتركوا مصممات من أنحاء الخليج، وشفنا أفخم التصاميم من أحد الحكام عابد محفوظ. شوفوا معانا. Curtains, the blinding lights, makeup all over.
اليوم احنا في الايفنت حق لوكس ارابيا. زي ما انتم شايفين everything is pink. ديزاينرز من كل انحاء الخليج جو اليوم عشان يوروا احسن ديزاينز قدام very important judges. واحد منهم هو عبد محفوظ، فتعالوا معي ونشوف مين الفائز. Welcome to Central Bay. Get fresh, gotta stay fly. Get the jet, I gotta stay high. High up like a la la la. Ain't nothing here that my money can't buy. Dolce, Gucci, and Louis V. So big I could live in the sea. You for real? You can't see me. In these zero frames the whole world changed. Mad bitches, so much bro. Get mad brain in my very fast car. Ferrari V12, Maranello on my arm. Ladies can't resist the charm. Haters kiss the ring of the dawn. And we do this all day. Welcome to Saint-Tropez. عبد، أول شيء it's very nice to meet you. كتير حبيت ال collection, very beautiful. كله nude colors and natural, very nice. بس نبغى نتكلم أكثر على مشاركتك مع Lux Arabia. إيش كان ال what were you doing؟ قبل كل شيء وأنا nice to meet you لأنه كمان و thank you لروتانا ولألك أنت كمان ملكة بالموضة. يعني أنا هيك بحس وهيك شايف. حقيقة أنا هذه تاني سنة عم شارك حقيقة ما كتير عم بشدد على عم بعطيهم فرصة لينجحوا كلهم. يعني لو ما حدا ربح بس ممكن يربح بعدين. يعني مش هيك تعليقاتي إذا سمعتيها كنت عم بقول إنه هني عم ينظلموا بكتير مطارح بالخياطة بالقماشات وإلى آخره وهيك. أما بالنسبة للكوليكسيون هذا كان آخر كوليكشن عملته 2015 فول وينتر يعني، وإن شاء الله يكون عجبك أنت أهم شيء. فقراتنا لسه مستمرة بعد الفاصل. بعد الفاصل حنكمل مع هذه المواضيع. تشكيلة واسعة من الفانكي أكسسوريز مع فريدة صاحبة كوكيت بوتيك. ابتكارات في بيج بوي ستوريز. فريدة هي صاحبة محل كوكيت. هي تصمم اكسسوارات very funky. كثير من البلوجرز والفاشينيستز يحبوا يلبسوا من عندها. فتعالوا تعرفوا أكثر على فريدة. Hi Farida, how are you? Hello, I'm very good. It's very nice to meet you. Same here, very nice to meet you. First of all, I want to congratulate you on your new store. It's very beautiful, the pieces here are very unique. Tell me, how did you start this? We started actually 8 years ago in Kazakhstan. This is the place where I was born. My sister and I, we've been into fashion because of my mother, because she's been in the business for a really long time. Mm-hmm. So that started from there. And then when I came to study in Dubai, I studied the Bachelor's of Business Administration. Okay. So that had nothing to do with fashion. And eventually, because we used to get so many compliments, we were like, okay, you know what, why don't we just try and draw something of our own? Mm-hmm. And this is where we picked up. And why did you choose accessories? Accessories because since we were babies, we used to have an allergic rash to silver or to any of the accessories, normal metal. Yeah. So we came up, why don't we do a pharmaceutical metal, which is gonna suit most of the type of skins, and it's not gonna be really expensive. So our clients that can't afford gold and diamonds, they could, you know, find a piece that like really chunky, beautiful for mm-hmm. the evening and casual, but it's very affordable prices and it looks fabulous. Oh, very nice. So that was that. Why don't you live in dance and fall in love in friends?
So when did you decide to open your own store? We used to supply to a lot of stores in UAE and even in GCC, but then we just wanted to do it in UAE. Mm-hmm. And we supplied to Validez, and we had really healthy, amazing partnership with them, with Fashlink, with Studio 8. And eventually people used to come to the stores and ask, hi guys, do you have Coquette accessories? Yeah. And they would be like, yes, we have, or if they don't have, they'll be, oh, okay, thank you, and they would leave the store. Mm-hmm. So a lot of stores would start to get in touch with us, and customers would tell us, listen, we want to come to your store to see all the collection and like to choose what we want, because with the boutiques, it's very, they have very like limited pieces. Yeah. So with those comments from our customers and all over the world, we would just be like, okay, you know what? Mm-hmm. Let's do it. Let's open our own store in Dubai. Who are your loyal customers? I would say our loyal customers, most of them are UAE nationals. Mm-hmm. And we have a lot of international customers. I wouldn't really say that we have Lebanese, we have Russians, we have... Are they young, old, or...? They are actually from the age of, I would say, 14 okay. to age of 40. Tell me, how are you selling yourself? Like, how are people knowing about you? Is social media helping you? Actually, social media is one of our best helpers, mm-hmm. and mainly it's Instagram. Okay. The thing is, we gifted a sweater to Justin Bieber, and after that, our social media went insanely crazy. Mm-hmm. And then people just started adding us, and they were all over the place. So we're like, okay. And every time we post any kind of sale or whatever, it is just on Instagram. People just come, girls, oh, hi, we saw it on Instagram. Yeah, we really love your store. And another thing that really helps us a lot, our clients, they talk about us, and they really give amazing feedback, and we're really grateful for that. And this is how we get new customers. And how did you reach Justin Bieber? It's a really... That's crazy. Yeah, it's. I would say I never disclose this information. It was, we were just very lucky, and we believed in it so much that it just happened. Was it when he came here to Dubai? Okay. Yes, he wore one of our signature sweaters, Cheetah, and he was really happy, and we sent him two more sweaters because he was like, okay, I love the material, and he also wears our beanies. So, that's amazing. Yeah, we got very lucky, we're blessed. Yeah. Well, thank you very much. I love the concept of the store, and best of luck. Thank you very much, guys, and we're really happy that you like it. لكل اللي يحبوا الإبداعات والاختراعات الغريبة، شوفوا معنا إيش صار في فعالية Big Boys Toys. Vidoodler is basically the latest invention for 3D printing. It allows basically people with no skill of any softwares to experience how 3D printing works. It's basically a handheld 3D printing device. You fill a plastic filament in, and then you can simply trace any type of design on the paper. You can lift it up and assemble it like these models that I've shown you earlier here on the display. So it's a very easy to learn for children. We normally recommend for children from 10, 11 years onwards, they can already use this and experience what 3D printing means. Tim is, by the word itself, TIM is the abbreviation of This Is Me. And This Is Me is basically a progress in development. We are a company that come from a 3D printing
3D crystal laser engraving background. And we were looking for new technologies, how we can use 3D data. And when I say 3D data, basically in our tent here behind, we can scan you from head to toe, 360 degree in full color. And by basically then assembling a 3D file of the person and our 3D printers, we can make basically a color printout to scale of the person. Two products here, the Hover Trax, which is mostly for indoor use. That's the one with the two wheels. The other one is the Solo Wheel. That's the one that people have been riding around a lot. It's really unique. It's the one wheel. People are always asking us, you know, how hard it is. But again, 30, 40 minutes and you're off and running. It's really not that difficult because it is self-balancing. So to go forward, you just lean forward, very intuitive, you just lean forward, and then to slow down or stop, you would lean backwards. And then to turn, you just lean from side to side. You know, the response here has been so good. We're really excited to work with a couple new distributors, and they're telling us we should have it in at Virgin and Adventure HQ here in the next couple of months. So look for it. هاي انا اسمي انا اورميا وهون ممثله اليوم البيسيكلات للارتيست جاك ارمسترونغ عنده البيسيكلات اغلى بيسيكلات بالعالم ببلش ما زاده ب 3 ملايين الدولارات وبالطالع فاصل وراجعين خليكم معانا بعد الفاصل حنكمل مع هذه المواضيع ميك اوفر لمرجانة فاشن تايم تيبس لكل محبي الجينز مرحبا فيكم مرة تانية في فاشن تايم مرجانة كلمتني وعندها مشكلة في وشها كله نازل من كتر البوتوكس والفيلرز فأنا لقيت لها الحل المثالي تعالوا شوفوا معايا إيش مرحبا مرجانة كيفك؟ أهلا حبيبتي كيفك انتي؟ شو أخبارك؟ الله بخير قولي لي مرجانة كيف أقدر أساعدك اليوم؟ والله يا حبيبتي أنا بحس وجهي على طول تعبان ما في إضاءة بطلع بتحرك بدون مكياج تقدرين تساعديني بهذا الشيء؟ إيه أكيد طبعا أنت عارفة دحين مو لازم تصير تعمل عمليات تجميل مع التطور كل الفيلرز والبوتوكس هذه يعني خلاص صارت موضة قديمة أيوة. اليوم أنا أخذتك على عند كلينيك حق الدكتورة زينب بواب وهي حتشوف لك الحل المثالي انه تديكي احلى طبقه يا الله ان شاء الله يلا ليتس جو مرحبا دكتور زينة هلا ساره كيفك الحمد لله اخبارك الحمد لله الحمد لله في البدايه حابه اشكرك انك رديت اتصالنا حبيبتي تكرموا طبعا انا جبت لك مرجانة اليوم مرجانة جدا عزيزة علي لانه رسلت ايميل على فاشن تايم بتشتكي من وشها طبعا هي بتقول انه وشها تعبان وتبي تعمل شد بس ما تبي عمليات جراحية أوكي. وما تبي تعمل البوتوكس فأنا قلت لها إنه أنت عندك الحل المثالي فقولي لنا إيش هو Thank you. هي الظاهر نمط شغلة مثلا متعب في عندها سفر كتير وبلس نحن بنعيش اليوم بجو كتير حار صح. فاللي صاير معها هي فقدت الكولاجين لما فقدت الكولاجين قشط وجهها انا بدي اجرب اعمل لها مثل شويه تاتش ابيت لاقدر خليها ترجع تقدر البشره تستوعب نظارتها بلس ملاحظتوا عن مرجانة هون انه هي ما عندها بين الرقبه والحنك ما في عندك زيح يعني ما محدد ايه بدي اجرب شويه اشتغلها هون بطريقه التايتنينج كمان على العظمه بس لما بشد هلا الوجه هون بيبرز اكثر
المعالم الوجه العيون المنخار الهيدا وصار في نوعين من الميزوثيرابي اللي هي الفيتامينات. هلا اللي طالع جديد الفيتامين اللي بعشر دقائق بيشد وجهك كله. يعني احنا 10 دقائق بس بعشر دقائق اذا مش اقل منه فيلرز ما بيعطي نفخ كل شيء بيعطي شد بيعطي نضاره لانه بيحتوي على 98% من الكولاجين. حلو. البشره انا دائما بقول لهم مثل الورده بدك تضلك تسقيها شويه مي. هلا في ناس مثلا بيناموا 8 9 ساعات بياكلوا مزبوط ما عندهم ارهاق هولي مثلا بقول لهم يعتنوا ببشرتهم كل 4 اشهر اعملوا لها تنظيف شويه فيتامينات وكلوا هيلثي هذا اهم شيء. نوعية الأكل والمي كتير كمان مهمة. أوكي. الناس اللي بيخوضوا أكتر للشغل للسفر نرجع بنعمل لهم شوية فيتامين بس ما يكونوا مهووسين يعني صح. كل يوم يقروا طلع شيء جديد بدنا نعمل. أنا بتصير عندي هالحالات فمش كل شيء جديد منيح ومش كل شيء منقرأ هيدا بيصير منيح. أنت شو بدها البشرة ودايما يكونوا على الطبيعة أحسن. لا هدي بغالها جلسة تانية طبعا نجيب لك كيس جديدة ونشوف حكاية الغمازات. بس دحين لو 10 دقايق صراحة الوقت مرة مناسب يعني فخلينا نجرب. يلا دكتور ابو شيء اول شيء بقول لك يعطيك الف عافيه. اوريدي اقدر اشوف الريزلت بالذات هنا في الدقن يعني بس قولي لنا بالضبط ايش الستبس اللي حطيتيها. انا استعملت ما استعملت لها بس اللي فيه 98% كولاجين هيدي ماده جديده هي هيليورونيك اسيد بس بتعطي الايفكت دغري على السريع. هلا هون بنلاقي انه حددنا شوي الحنك ورفعت لها اياهم ما بقى عندها هون فرق عن هون يعني صار كله سحبه وحده. اذا بنطلع على بروفايلها البروفايل صار محدد أكتر وصارت مشدودة أكتر. هلأ طبعاً الكولاجين بده يشتغل البشرة بدها تشد والملحوظ أكتر إنه لون البشرة عندها تغيرت ما بقى وحدة تعبانة ما نايمة مبينة more healthier وإن شاء الله هي هلأ تعطي رأيها ويكون عجبك. مرجان إيش رأيك إن شاء الله يكون عجبك؟ كتير مبسوطة والله. شكلك أصغر دحينة وجاهز إنك تخرج على طول. شو لاحظتي فرق مرجان أنت؟ ما شد وجهي وصار لونه واحد كيف حلو كثير. يعطيك العافية دكتورة وشكراً. تسلمي. لو عندك مشكلة في اختيار الجينز المناسب شوفوا معانا الحل مع فاشن تايم تيبس. كلنا نحب نلبس الجينز بس لازم تعرفي قصتك المناسبة وخاصة لو كنت قصيرة شوية. أول نصيحة دائما خلي الخصر عالي لا تلبسي لو ويست. تاني نصيحة خليكي صحبة مع الخياط يضبط لك هو على جسمك. ثالث نصيحة عمرك لا تلبسي بوتس مع الجينز. رابع نصيحة اختاري قصة أو اثنين ودائما البسيهم. وآخر نصيحة دائما اختاري الجينز اللي يناسب جسمك. انتهت حلقتنا لليوم إن شاء الله تكون عجبتكم وحنشوفكم الأسبوع الجاي في نفس الوقت. مع السلامة. اليوم احنا في محل نسيت اسم المحل.